إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وزدنا علما. إخواني السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله سنحاول جاهدين ما استطعنا أن ندرس مع بعض وأن نبين شيئا من قول الله الحكيم وشيئا من علمه ومن كلامه، والله المستعان. درس اليوم إن شاء الله هو عن قوله تعالى في سورة الإسراء عن الشجرة الملعونة في القرآن. ما هي هذه الشجرة الملعونة في القرآن؟ بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فما هي هذه الشجرة الملعونة في القرآن؟ تكلم فيها يعني من الأوائل من تكلم، لكن سنعيد درسها إن شاء الله، وقد درسنا مع إخوة لكن نشارككم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أولا، هذه الشجرة بينا فيما مضى في درس الشجرة، وسنعيده إن شاء الله تفصيلا وتدقيقا بأكثر أدلة لعله يتضح أكثر وتستبين الحجج أكثر. بينا أن الشجرة في كلمة شجرة في الكتاب أو في السنة لا يستلزم منها هذه النبت ذات الأغصان وذات الورق وذات الثمر، فالشجر يعني كلمة أعم من ذلك. ووصلنا بإذن الله أن الشجرة أصلا أصل الخلقة، الشجرة التي نهي عنها أبونا آدم وحواء عليهم السلام الله أنها كانت الذرية، والذرية التي لا تكون إلا بالنكاح. فسبحان ربنا العزيز، إن الله حيي كريم يكني، الله حيي. وسبحان الله، ما أعظم وما أحكم قوله. فوالله تأملنا كثيرا لا تجد أبدا كلام أرقى وأحلى وأزكى وأحكم قولا مما قال سبحانه وتعالى عن تلك القصة، قصة البدء وقصة النشأة وقصة الفتنة الأولى وقصة خلقتنا وأول قصص القرآن. ومن لم يعلمها حقا فقد غيب عنه علم عظيم وأصل عظيم. فالحمد لله. الشجرة الملعونة في القرآن، الله سبحانه وتعالى هنا وضع لها نعتا خاصا بها فقال: والشجرة الملعونة في القرآن. هي شجرة ملعونة، ولعنها تخصيصا، لعنها يكون في القرآن، هذا معهود ذهني. والشجرة الملعونة أي التي لعنت وجاء ذكر وبيان لعنها في القرآن. فمن لازم البحث أن تجد هذه الشجرة التي لعنت في القرآن. قال أحد المتخبطين، قال هي الدنيا، استدل بها، قال هي الدنيا، الشجرة الملعونة في القرآن، قال هي الدنيا. أولا، عندنا اللعن في القرآن يعني أكثر من 40 مرة، 41 مرة أو شيء من هذا. أين في أي آية لعنت الدنيا في القرآن؟ الله يقول الملعون في القرآن، فاستدل قال لهم: ودليل ذلك من السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعونة الدنيا ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. ذاك حديث، ذاك في السنة، الله قال ملعونة في القرآن. وإن لبس عليكم أو لبس عليه أن
القرآن هو نفسه السنة؟ فلا، القرآن ليس السنة، كلاهما وحي، نعم سبيلا نجاة، وكلاهما وحي، كلاهما كلام الله وحي، لكن القرآن القرآن، والسنة كلام رسول الله، السنة السنة. مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، الآن خصص حدد لك قال من القرآن، هل تقرأ ما تيسر في صلاتك من السنة وتقول هو مثله لأنهما وحي؟ لا، القرآن القرآن والسنة السنة. الله هنا بين وخصص وحدد، قال والشجرة الملعونة في القرآن، أي لزاما، لزاما ستجدها في القرآن، ستجد شجرة لعنت وتلعن وملعونة، ولعنها جاء ذلك تبيانا تفصيلا نصا تصريحا حرفا كلما في القرآن، لا تحتاج إلى ربط مع السنة. الآن هذه الشجرة ستجدها في القرآن، لذلك من استدل أنها الدنيا يعني بقول الصحابة كذب، أي أخطأ، إن تقبل هاته أو لا، يعني إن أرادوا إصرارا على الخطأ وأن نضل الناس كبرا فنصل إلى الكبر والكذب الذي لا يقع فيه المسلم، لأن لصاحب الحق مقال، والكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وهذه نصيحة لإخواني، إذا سمعتم أيا كان، تدبر أيا كان قال بشيء في القرآن، فلنراجع، راجع أخي، راجع راجع كلمة كلمة كلام الله أولى، لا تتلقى تتقبل لظاهر الاسم أو للحن القول أو لزخرف اللسان أو للفصاحة أو للبيان أو للشهرة، لا، هذا دين، هذا دين أخي تدخل به قبرك، وهذه حياة واحدة، وهذا زاد واحد، وهذا علم واحد، يعني سبحان الله، يجب أن تراجع، راجع نفسك أخي. يعني لو تقرأت عندما نتلقى الوحي من رسول الله هذا نؤمن نصدق في صدورنا، لكن إذا جاء إنسان قال لا، راجع راجع أخي أيا كان، والله سوف ترون إن شاء الله في الدروس القادمات، سوف ترون كيف تلوى أعناق النصوص وكيف يكذب على عباد الله، يعني بطريقة فيها من الدهاء والخسة ما الله بها عليم، والله المستعان. نرجع وعذرا عن الإطالة، الشجرة ملعونة في القرآن، قال يقول سبحانه وتعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، سنقرأ ونتدبر مع بعض، أحاط بالناس أي علما أوليا قبل أن يكفروا أو قبل مآل، قدرة بهم وبحالهم، إن الله أحاط بهم، قال ابن عباس وقال كثير من الصحابة، وسيأتي تبيان ذلك ما فيه رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الناس ها هنا هم الكافرون وهم المشركون الذين عاندوا وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كذبوه لكن كانوا بآيات الله يجحدون، هم المشركون. تأمل، إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، إلا فتنة لهم كذلك. ما هي هذه الرؤيا؟ هذه الرؤيا هي الإسراء، وحينما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأى من أهوال وما رأى من آيات كبر وما كان فيها تفصيلا. تأمل معي، إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، رأى في هذه الواقعة والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. نراجع أولا ما جاء فيها من آثار حتى يكون الإنسان على بينة، لأن جمع التدبر أولا يحيط العبد، يجب أن يجمع ما استطاع من آثار، ثم إذا كان هنالك ربط، إذا كان هنالك يعني جمع بيان وأدلة فمنها هنا. أولا ندرس الآثار، ليس أن نبحث على شهوة للنفس، نريد شيء فنلوي أعناق النصوص لنوصل النصوص إلى مرادنا، لا، النص هو الذي يوصلك إلى حكمة الله وإلى علم ينفعك. العبد يبحث أولا عن نفع نفسه، لا عن زخرف في القول للناس أو جلب الأتباع، قد يكونون يعني عبئا على ظهور الخلق، يعني أن نضلل الناس لغاية ولشبهة ولظن ولخرص، فهذا من ظلم النفس أولا،
فالعبد لعله يجمع يعني عشرات الناس أظلهم آلاف، والإنسان ماض في كبره وماض في غلوه وماض في غلظة قوله، إلى أين إلى أين؟ ما الذي تجمع؟ ما الذي تجمع؟ نصحت، بلغت، إلا فتنة للناس. قال ابن عباس وغيره أي المشركين، قال كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما قلت الذي قال الدنيا كذب، لماذا؟ لأن رسول الله عندما سئل عن هذه الشجرة الملعونة قال هي شجرة الزقوم، لم يقل هي الدنيا، قال هي شجرة، عرفها رسول الله وعرفها تعريف آخر كذلك. فالمؤمن الحق الذي لا يكثر يعني شقشقة كلامه وزخرف قوله وإعجاب نفسه بفصاحته، إن من البيان لسحرا، إن كان السحر محبب إلى الناس فذاك شأنهم، لكن تأمل ماذا قال. قال رسول الله هي شجرة الزقوم، وعرفها للصحابة تعريف آخر سندرسه الآن. فالذي قال غير ذلك كذب، أخطأ بمعنى كذب، وإن أصر فهذا كبر والكذب المذموم الآخر. قال أبو جهل لما سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثهم عن شجرة الزقوم في جهنم أخذ يستهزئ به، فسأل جارية عنده قال ما الزقوم؟ فقالت يعني جارية حبشية قالت هو طعام عندنا يعني في بلادنا، قالت هو الرطب مع الزبدة. فأخذ قال هلما اجمعوا لنا رطبا وزبدة لنتزقم، فخوفهم الله بشجرة الزقوم فازدادوا غلوا وازدادوا كبرا، فقال والشجرة الملعونة. سيأتي تبيان ذلك شيئا فشيئا. عندما استهزأ أبا جهل بشجرة الزقوم قالوا كيف في جهنم شجرة ذات غصن ومن حطب وخشب ولا تحرق وهي في أصل الجحيم، فاستهزأ بذلك. فأنزل الله بعدها والشجرة الملعونة. قال ابن عباس والشجرة الملعونة في القرآن قال هي شجرة الزقوم خوفوا بها. فقال أبو جهل أيخوفني ابن أبي كبشة بشجرة الزقوم؟ ثم دعا بطمر وزبد فجعل يقول زقموني، فأنزل الله تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين. الآن عندما وصلنا بعد جهد وبحث وعناء وأوصلنا لإخواننا أن الشجرة هي الذرية التي لا تكون إلا بالنكاح، لكن الله حي، من كان ذا لب وحياء استوعب، لكن الأصاغر كبر ذلك في أنفسهم واستعظموه كبرا وبطرا للحق، سنبينه إن شاء الله بما لا يرده إلا الصاغر الحقير. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمل، أمنا عائشة عليها سلام الله قالت تأمل في هذا الحديث لعله يكون فيصلا عند المؤمنين، عند من يخشى ربه، عند من له مثقال ذرة من ورع، عند من يرقب ربه عند القول، عند من يرقب قوله عند الخصام. قالت عائشة عليها سلام الله قالت لمروان ابن الحكم قالت له تأمل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن أخي ستفتن وسأفتن وسنفتن، بماذا؟ بقول رسول الله، فكيفما تلقيناه وكيفما صدقناه فذلك هو نوع القلوب وذلك هو الميزان. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبيك وجدك إنكم الشجرة الملعونة في القرآن. قالت لمروان ابن الحكم سمعت رسول الله، نحن نؤمن بقول رسول الله ونسلم، قالت له سمعت رسول الله يقول لأبيك وجدك إنكم أنتم الشجرة الملعونة. الآن هل هم دنيا أم ذرية؟ كان من كانوا، نحن سنصل أن الشجرة الملعونة هي ذرية آدم من الكافرين ومن لحقهم من جن ومن شياطين، هم الشجرة الملعونة في القرآن. الله في القرآن ذكر اللعن 41 مرة، تجدها عن الكافرين وعن المكذبين،
لم يلعن ولا مرة شجرة ذات نبت، ولم يلعن ولا مرة الدنيا في القرآن. هذا من لازم ذلك، هذا من لازم البحث أن يكون لعنها في القرآن، وسنبين. الآن فصل بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قالت سمعته يقول لأبيك وجدك إنكم الشجرة الملعونة. الآن هل هم ذو غصن وورق، أم هم ذرية، أم هم دنيا؟ هم ذرية من ذرية آدم، كانوا من كانوا مشركون، ذرية بني آدم. قالها الله صريحة في الكتاب، نجد ذلك في الكتاب. نعم الآن نجدها عندما علمنا أنهم المشركون والكفرة هم الشجرة، هم الذرية الملعونة. قال الله: إن الله لعن الكافرين. تأمل، أدرس أخي، اذهب إلى الكتاب وافتح اللعن أينما تجده، في الكافرين وفي المشركين وفي المكذبين بالله ومن اتبع الشيطان. نواصل بإذن الله. عندنا كذلك حديث آخر عن أم هاني عليها سلام الله، قالت: دخل علي يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدها في الفراش، فحدثها عن واقعة الإسراء. الآن كل ما ستقوله أم هاني ليس من كيسها، وليس من تدبرها، وليس من كتب بني إسرائيل، بل من رفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخبرها به. فحدثت حديثا مطولا، فوصلت في ذلك الحديث نفسه، وصلت: والشجرة الملعونة في القرآن. فسئلت، سألها المتلقي والسامع، فسئلت فقيل لها: ما الشجرة الملعونة في القرآن؟ ما هي هذه الشجرة الملعونة في القرآن؟ فأجابت. الآن جوابها لزاما تابع لما تلقت من رسول الله، لأنها كانت تحدث عن حديث مطول. فسئلت عندما وصلت للشجرة الملعونة في القرآن، سئلت: ما هي الشجرة الملعونة في القرآن؟ فقالت: قالت: هم الذين خوفوا فلم يزدهم التخويف إلا طغيانا كبيرا. قالت: هم الذين خوفوا. من هم؟ المشركون، صناديد قريش. في الأخير من هم؟ ما هم؟ ذرية آدم، الذرية الشجر، الشجر الملعونة هم الذرية الملاعين الذين لعنوا لكفرهم ولصدودهم عن الحق ولصدهم عن سبيل الله بهذا الجزء. قالت: هم الذين خوفوا فلم يزدهم التخويف إلا طغيانا كبيرا. هنالك حديث أقوله يعني فقط للتذكير، لأن هذا الحديث حقيقة في سنده مقال، نقله من نقله من الأوائل، منهم من تقبله، لكن كثير، ورجعت أن في سنده نعم ضعف، وضعف باين، لكن سأنقله بعد أن أكملت استدلالا بما صح من أثار قبله وما زال إن شاء الله. لكن تأمل عن علي بن عبد الله بن عباس عليهما، عن أبيه عليهما سلام الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث فيه ضعف أخي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى قوم من بني فلان يتبخترون في مشيهم، ناس بشر مشركون كانوا يتبخترون في مشيهم أمامه كبرا، فعرف الغضب في وجهه، ثم قرأ وهو ينظر فيهم، ثم قرأ: والشجرة الملعونة في القرآن. فماذا تفهمها أخي؟ فقيل له: أي الشجر هي يا رسول الله حتى نجتنبها؟ فقال: ليست بشجرة ذات نبت، إنما هم بنو فلان. وللحديث بقية. قال: ليست بالشجرة ذات النبت، إنما هم بنو فلان، وكان النفر الذين مروا مشركون يتبخترون أمام رسول الله. الآن ما هي الشجرة الملعونة في القرآن؟ هم بنو آدم المشركون. في الكتاب تجد أن اللعن لا يكون إلا على الكافر والمشرك والمكذب كفرا. إن شاء الله سنفصل في درس إسقاطات اللعن، وما هو اللعن، هل كل ملعون كافر، ومتى يلعن غير الكافر، ومتى اللعن الملازم للكافر، واللعين ما معنى لعين، وما معنى الملعون، وما معنى لعنة، هذه سندرسها إن شاء الله. لكن
هنالك شيء. كيف مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الشجرة الملعونة في القرآن، في القرآن هي شجرة الزقوم، وها هنا وصلنا أنها ذرية وأنهم الكافرون المشركون في زمانه ورؤوس الكفر تحديدا. قالت سمعت رسول الله يقول لأبيك وجدك إنكم الشجرة الملعونة في القرآن، فكيف مرة هي شجرة الزقوم ومرة هي ها هنا المشركون؟ هي نفسها أخي، لكن كيف ذلك؟ ندرس أولا. وهي نفسها كذلك الغسلين، الغسلين المذكور في سورة الحاقة ولا طعام إلا من غسلين. أولا شجرة الزقوم، قبل أن نمر نثبت واحدة. عندما قلنا أن الشجرة الملعونة في القرآن هي الذرية في سورة الإسراء، هي الذرية الذين اتخذوا من دون الله الشيطان وليا، واتخذهم يعني من اليوم الأول كانوا من نصيبه، هم الملاعين، هم الذين لعنوا. تأمل في هذه، والله تأمل أخي. قال وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم، يعني خوفهم بها هم أنفسهم، خوفهم بأنفسهم بعذابهم أنهم هم شجرة الزقوم، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، هم أنفسهم كما قالت أم هاني رفعا. وإذ تأمل، عندما قلت أنهم الذرية التي كفرت، الشجرة هي الذرية، الشجرة الأولى كانت ذرية، والشجرة الملعونة هي الذرية الكافرة التي لعنت لكفرها وشركها. تأمل بالله عليك، فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. الآية التي تليها ماذا قال؟ ذكر الله بدء قصصهم فقال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. والله الآية التي تليها تأمل فيها هنا، ها هنا إلا طغيانا كبيرا، قال بعدها وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني، تأمل أخي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة، انظر الشجرة الملعونة، لأحتنكن من؟ ذريته، هم الشجرة الملعونة. عندما قلنا الشجرة هي الذرية فاستهزئ بنا واستكبر علينا المستكبرون المفتونون نسأل الله الهدى. قال لأحتنكن ذريته إلا قليلا، بيّن الله سبحانه وتعالى. لذلك قال القرآن يسير للذكر وللتدبر. أخي راجع، والله سمها هنا الشجرة الملعونة نفسها الذرية في بدء الصورة، في بدء الصورة في الإسراء تكلم عن الذرية، ذرية من حملنا مع نوح، انظر الشجرة الطيبة المباركة كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. قال ها هنا من ذكر الذرية بدء الصورة وذكرها هنا، قال لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم، لأن شجرة الزقوم ستعلمون أنها في أصل الجحيم، قال فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. رأيت في نفس الصورة بينها، قال الله بعدها بين أنها الذرية، لكن لمن تابع ودرس وفتح الكتاب. الناس استغنت عن الكتاب، يأتي إنسان يرغبهم في الكتاب، يرغبهم في الكتاب فيغلقونه ويرغبون في الذي رغبهم في الكتاب. هذا خبل، هذا ضياع وقت، هذا عدم بصيرة. اقرأ اقرأ حرف، ردد، لا عليك أخي من نفسك، انظر، والله نور، مجرد النظر نفع. اسمع للناس، لكن أخي ليس مرجع، لا تغلق كتابك، اقرأ اقرأ أخي، ادرس تدبر. الله قالها بعدها والله بهذا اليسر، بين أنها ذرية، قالها بعدها مباشرة في الآية التي تليها، ذكر نسل هذه الشجرة الملعونة وكيف نشأت أول النشأ، وأنهم كانوا من نصيب الشيطان لذلك لعنوا. إن في القرآن إن الله لعن من؟ الدنيا، إن الله لعن الكافرين ولعن المشركين ولعن الكذب ولعن الشيطان، لم يلعن الدنيا ولم يلعن شجرة ذات ورق وغصن وثمر. نتابع الآن في سورة الصفات، عندما
قال إنها شجرة الزقوم، كيف نوفق بين شجرة الزقوم وبين الذرية؟ وهي كذلك نفسها الغسلين. أولا، لماذا قلت هي الغسلين نفسها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يرويه أبي سعيد الخدري عليه السلام، الله قال: لو أن دلوا من غسلين يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا. في حديث قال: لو أن دلوا من غسلين يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بسند آخر قال: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه؟ قال ابن عباس: الغسلين هو صديد أهل النار، وهو الدم والماء الذي يسيل من لحومهم. عندما قال الغسلين هو صديد من؟ صديد أهل النار. وأهل النار اختصارا ختاما، أهل النار أليس ذرية؟ أهل النار ذري، كفر لعنوا ذري، فالشجرة ذري، الشجرة الأولى ذري يا أخي، كما سيتبين ويأتي تفصيلا إن شاء الله. الآن رسول الله كأنه حكم بيننا، فالمؤمن الصادق سيستبين له بإذن الله. المسألة بدءا وانتهاء توفيق، والمسألة بدءا وانتهاء أن الله يشرح صدر عبدي المؤمن لشيء فيتلقاه، لا نلزم الناس بشيء، لكن من كان فيه طعم الكبر فوالله لن يبصر، والله لن يبصر. نصل إلى شيء، شجرة الزقوم هي قلنا نفسها الغسلين، لكن كيف مرة الذرية ومرة أنها شجرة الزقوم؟ قال الله سبحانه وتعالى في سورة الصفات بعد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة، كما الأولى فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. الآن سنحاول أن نتدبر فيما بعد. أولا، قبل أن يقول هذه، بيّن الله سبحانه وتعالى منازل المتقين ومنازل المؤمنين، عباد، وما داموا عباد ذرية كذلك. قال قبلها في الصفحة التي تليها مباشرة، ها هنا ذكر شجرة الزقوم، ها هنا قال سيبين منازل المؤمنين، قال: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. يعني بيّن سبحانه وتعالى نعمهم، أسأله أن نكون منهم. ثم قال بعدها هنالك شيء مهم جدا، بيّن عن الذي تكلم عن قرينه، قال قائل منهم: إني كان لي قرين لزاما كافر يقول إنك لمن المصدقين، انظر الكذب، الكاذب المكذب، إن الله والله لعن من كذب به ومن كذب بالبعث ومن كذب به، الكفر كذبوا، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إن لمدينون. تأمل، قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه أين؟ في سواء الجحيم. اطلع فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي في أصل الجحيم. سواء الشيء أي أصله ولبه ومنبته ومخرجه الأول، أي في أصله، ليس في جوانبه أو بعيدا، لا، في سواء الجحيم. من هذا المكذب؟ قرين. اطلع فرآه في سواء الجحيم. قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. ذكر منازل المتقين، الآن سيتكلم عن منازل نظيرهم من المشركين ومن الكفر ومن المكذبين. قال الله بعد أن بين نعيمه قال أذلك
خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ النزل الأول ماذا كان؟ كان نزل أهل النعيم المؤمنين، المسلمين المؤمنين. الآن أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ أولا، ما معنى زقوم؟ ما معنى الزقوم؟ إن شاء الله في درس سنبين الفرق بين الزقوم والضريع والغسلين، لكن ها هنا عندنا الزقوم. أريد اختصارا لأن حتى حالتي الصحية يعني الحمد لله على كل حال. نختصر ما هو الزقوم. يقال زقم الرجل أو تزقم. الزقم أخي ستجد أنه المل وتجد أنه الإفراغ، لكن بعد حثيث درس ستجد الزقم يقال زقم فلان من اللبن، إذا شرب فامتلأ فلا يجد مسربا حتى أخرج منه. الزقم أخي هو أن تملئ شيء إلى آخره، ثم يكون في ضيق وفي مكان ضيق فكأنه عصر، فيخرج منه يعني ما فاض، ما أخرج من عصارة العصر، الزقم. يعني كأن حتى عندنا يعني في الدارجة يقال فلان زقم فلان، أي لم يعد يهضمه أو يتلقاه، يعني طرحه من حياته أو من دنياه، يقال زقمه. الزقم وهو الطرح بعد الملء، الكثرة إذا ملأت شيئا واكتظ فعند عصره يزقم، أي يخرج ما كان بداخله، كالإسفنجة تملأ إسفنجة ثم تعصرها فتخرج ما بداخلها، هذه العملية زقم، تزقم الشيء أي تخرج ما بداخله. طيب قلنا الزقم هو ما يخرج من الداخل. الله سبحانه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كما قلنا هي غسلين، قال ابن عباس هي صديد أهل النار من لحمهم ودمهم ومائهم عياذا بالله، هذا يخرج منهم فيكون طعاما. عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع في السنة، قال قال هو عصارة أهل النار. قلنا الزقم هو الشيء الذي يمتلئ حتى يكون في مكان ضيق فيخرج ما بداخله. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الخبال مثلا ردغة الخبال، وعن الذي يموت وهو ما زال يعني مدمنا على شرب الخمر، وعن الذي يقول في أخيه ما ليس فيه ولا يتحلل منه سقاه الله من ردغة الخبال. قالوا يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال هو عصارة، اسم عصارة ماذا؟ عصارة، انظر الزقم، تعصر الشيء فيخرج. الله سبحانه وتعالى توعد أنه سيملأ جهنم وهي في مكان ضيق، جهنم تضاق بهم، ملأ بهم، فيعصرون أهل النار فيخرج صديدهم وقيحهم ودمهم وبقايا جلودهم ومائهم، فهذا يكون طعام. هذا نفسه شجرة الزقوم، وهذا نفسه الغسلين. قلنا الغسلين الغسل كأنك تغسل شيء فيخرج منه شيء، يخرج تلك القذارة عياذا بالله، ويخرج الدنس. فالكافر هذا الذي كان في قلبه الكبر وهذا الجحود في نار جهنم يخرج الله سبحانه وتعالى منه هذا بعد العصر. قال عصارة أهل النار. طيب أهل النار ما هم؟ ذرية آدم الكافرة والمشرك، عصارة أهل النار. من حيثما أتيت إلى الحديث وإلى الآية لتربطها تجد توافقا تاما يشرح صدر العبد المؤمن المتواضع. هذا شرط التواضع، والله هذا شرط التواضع. طيب لكن هناك شيء، يقول قائل قال ذلك، يقول سبحانه وتعالى أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إن جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. يقول قائل لكن هاته تخرج في أصل الجحيم. يقال له الله سبحانه وتعالى قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وقال عن النار وقودها ماذا؟ ما الذي يشعلها أصلا؟ وقودها من؟ الناس، الناس هم الذين وقودوا النار والحجارة، هم الذين في أصلها، في أصل الشيء أي في سوائه. عرفها لك قبلا بآيات، قال لك فاطلع فرآه
من الكافر في سواء الجحيم. ها هنا قال في أصل الجحيم، قبلها قال في سواء الجحيم، الكافر في أصل الجحيم وهذه الشجرة في سواء في أصل الجحيم نفسه. السواء هو أصل الشيء كما قلت لك. والله بهذا اليسر تجد الآية يعني يتيه الناس يمينا شمالا، وتعريفها وبسطها يأتي بعدها مباشرة أو قبلها مباشرة. الله سبحانه وتعالى بهذه يعني رحيم إلى هذه الدرجة، لم يعسر علينا حتى يعني يتأول لنا المتأولون ويطيفون بك طوفا يمينا شمالا ثم ليصل إلى مراده الأول الذي جاء في رأسه يسوق النصوص له. هذا هو التكلف. عندما نقول تكلفت هكذا يكون التكلف. هل قال ها هنا هل لعن الدنيا في القرآن رسول الله الآن سمعته؟ هل لعن الدنيا في القرآن؟ هل هي الدنيا؟ أبدا، بعيدة كل البعد. هذا وغيره كذا من الصحابة ومن غيرهم. لكن هناك شيء قال تخرج في أصل الجحيم طلعها، وهذه مهمة جدا، قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين. كيف يكون طلعها كأنه رؤوس الشياطين؟ أولا هذه شجرة قلنا أنها ذرية الناس أو ذرية الكافرة، الذرية الذين لعنهم الله من المشركين ومن الكفرة، هم عصارة النار، أهل النار، هم الذين يعصرون، وهذا هو الزقم، فيخرج يعني قيحهم وصديدهم عياذا بالله. عظم اللهم إن نسألك أن تبعدنا عن النار ونسألك الجنة برحمتك وألا نلقى من هذا شيء. هم عصارة أهل النار. قال طلعها كأنه رؤوس شياطين. ما معنى هذه الآية الطلع؟ ما معنى الطلع؟ هذه الشجرة طلعها كأنه رؤوس شياطين. الطلع أخي يقال طلع الشيء وطلائعه. طلائع الجيش مثلا كيف تكون؟ هناك جيش طلائعه أي الذين في الواجهة، الذين يظهرون ويتقدمون وفي الواجهة، ومن بعدهم تبع لهم طلعها. فهذه الذرية طلعها هم رؤوس الكفر في كل طائفة وفي كل أمة وفي كل زمرة، هم الذين كانوا يؤزونهم رؤوس الكفر، هم طلعها الذين يظهرون في طلعها تماما. جعل الله نظيرا لهم ماذا؟ وعلى الأعراف رجال، على الأعراف كما ذكر التابعون وكذلك الصحابة أنهم الأنبياء. فانظر على الأعراف العرف هو الظاهر، كذلك شجرة المؤمنين كما يأتي في الدرس القادم إن شاء الله. ما هي الشجرة الطيبة وكذلك الشجرة الخبيثة، والكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة من الكتاب والسنة، والله بيان تام إن شاء الله تام. قلت أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قلت نعم، وعلى الأعراف رجال، من هم؟ هم الأنبياء. عندما قال على الأعراف، العرف هو المسؤول عن كل غصن في الشجرة، تقول عرف، لكن العرف عرف الشيء هو أعلاه وما يظهر منه. العرف أي يعرف، بين، معروف، عرف، عرف ظاهر، ويكون غالبا في أعلى الشيء، وذلك لوضوحه، يعني ليس مدسوسا أو من التحت، لا، أعلى الشيء. فكما أن المشركون عندهم رؤوس أزوهم وكانوا سببا لما أطاعوهم فأشركوا، فطلعها يعني تلك الذرية الكافرة التي لعنت رؤوسهم رؤوس الشياطين. سنبين لماذا قال رؤوس الشياطين نظير لها بالنظير. تجد على الأعراف الشجرة المؤمنة من الأنبياء، من أطاع الأنبياء فسيأتون الأنبياء يعرفون كلا باسمه. من اتبعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض علي أمتي فأعرفوا حجلا، يعني من أثر الوضوء ومن أثر الصلاة. فالأنبياء من تبعهم يأتي معهم على الأعراف، يعني تابع معهم، يأتي النبي ومعه يعني الرجلين والثلاثة والأربع والأمة، ويأتي من أطاعه كثير ومن معه سواد أكثر من أخيه. لكن كذلك فشجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس شياطين. لماذا قال ذلك طلعها كأنه رؤوس الشياطين؟ لأن أصل أزهم فكر وأز ووسوسة شيطان،
حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث قال عن ولاة أمر وقال عن غيره يقوم فيهم أقوام رؤوسهم كرؤوس الشياطين. لماذا؟ بقولهم وبأزهم وبتحريضهم عن الباطل، فقال رؤوسهم كرؤوس الشياطين فيطيع فيطيعهم الناس. قال من أطاعهم ألقوه فيها، الرؤوس رؤوس الشياطين، فمن أطاعهم كان تبعا لهم. كذلك هنا شجرة الزقوم طلعها أي رؤوس الكفر الذين ومن تبعهم، لكن هم الطلائع، هم الذين يتصدرون هذه الشجرة. أسأل الله أن يكون ما قلته يعني فيه كفاية تبيان. عندي كثير من الأدلة زيادة التفصيل في شرح كلمات، لكن حتى لا أطيل وحتى لا يعتاد الناس يعني أن نكثر عليهم، اذهب أخي ابحث وادرس، ادرس أخي ادرس، افتح كتاب ربك اقرأ ابحث ادرس. سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم الشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة، لأن منها إن شاء الله مدخل عظيم، مدخل النشأة ومدخل الفتنة الأولى ومدخل علاقتنا بالجن وبالقرين، ومدخل كيف جاء هذا القرين وكيف نشأ، علم عظيم. لذلك سنفصل زيادة في الشجرة، لأن ما سنقوله أكيد سيستغربه كثير من الناس وسيجدون فيه غرابة ويجدون فيه عجبا، لكن هذا هو القرآن، لا تنقضي عجائبه. لكننا زهدنا فيه واكتفينا بشقشقة أصحاب زخارف في القول، لذلك نستغرب أكثر من اللزوم. إن شاء الله نبينه حتى لا أطيل، سأكتفي بهذه الأدلة. أسأل الله العظيم أن يغفر لنا إن أخطأنا، وأن يزيدنا علما ونورا إن أصبنا، والحمد لله وحده أن وفقنا على دراسة كتابه، وأن جعل بقية في أعمارنا حتى نعرف شيئا من قوله ومن كلامه ومن علمه. فالحمد لله على الهدى، والحمد لله أولا وآخرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.